على الصعيد السياسي أستاذ الصادق، الآن رفض الجيش السوداني ومجلس السيادة الذهاب تحت الضغوط الأمريكية الذهاب إلى الرياض، إلى منتدى الرياض، ولكن الآن يذهب في نهاية هذا الشهر إلى الاجتماع المصري، وهو الاجتماع الثالث. الاجتماع الأول الذي حدث في مصر يعني كان اجتماع جوار السودان للتأكيد على فكرة أن السودان دولة واحدة تحت قيادة الجيش السوداني باعتباره سلطة عسكرية، ومجلس السيادة باعتباره سلطة سياسية. الاجتماع الثاني كون الكتل السياسية. الاجتماع الثالث الآن في مصر برأيك ماذا سينتج، ولماذا لم يذهبوا إلى منبر جدة؟ أولا أمريكا هذه المبادرات وكل هذه الجولات الخارجية هي أمريكا هي الطرف الأساسي فيه، ونستطيع أن نقول بأن أمريكا في سياستها الخارجية خاصة في الدول الأفريقية لديهم مرتكزين في التعامل مع السياسة الخارجية. أولا لا تتخذ أي قرار تجاه هذه الدول إلا بعد استنفاذ كافة الخيارات المتاحة عنده، وكذلك تتخذ القرار في تجاه هذه الدول عبر المؤسسات الاستخباراتية والأمنية، وهذه المؤسسات الاستخباراتية والأمنية لا تأتي بأي شيء تخالف مصالح أمريكا. لذلك أمريكا تتعامل كذلك مع حلفائها بصورة ميكافيلية، بصورة براغماتية، ترى تحقيق مصالحها في المقام الأول. لذلك كل هذه المبادرات تجد بأنها فشلت، كل تلك الجولات التي تم أخذها سواء كان ابتداء من منبر جدة في القاهرة في أديس أبابا في كل المحافظ في جنوب السودان كلها باءت بفشل، لأنه هنالك تغيب حلقة أو هنالك حلقة مفقود اللي هي أين تكمن المصلحة العليا للشعب السوداني ومصلحة السودان. دائما في هذه المبادرات تجد بأن السيادة السودانية منتهكة فيها، المصالح العليا للسودان لم تكن في الدرجة الأولى، لذلك كانت دائما هذه المبادرات تفشل. حتى هذه اللحظة كل النداءات التي يتم مناداتها أنا في تقديري ليست هي مكتملة بالشكل الذي نريده نحن كشعب سوداني، بأن لأن الشعب السوداني يريد أن تحل هذه القضية في إطار السودان السوداني، فقط الآخرون يكونوا مساعدين أو معاونين أو مسهلين، ولكن مسألة فرض الحلول من الخارج وفرض الإرادة وفرض وانتهاك سيادة السودان وجعل السودان بأنها دولة غير قادرة على حل مشاكلها بنفسها، هذه هي العقبة الأساسية أمام هذه المبادرات. لذلك أرى مصر دولة جارة قدمت الكثير، وقفت مع الشعب السوداني، أعوى عدد كبير جدا من اللاجئين، الشكر والتقدير للشعب المصري ولقيادة مصر، وهي دولة ذات محور أساسي في المنطقة، نرى بأن دورها مهم جدا بأنها تلعب في وحدة السودان وتماسك السودان، لأن استقرار السودان تعني استقرار مصر، عدم الاستقرار في السودان تعني عدم الاستقرار في مصر وكل دول الجوار. لذلك نرى هذه المرة احتمال أو ربما تكون هنالك خطوات إلى الأمام، ولكن يظل السؤال المحوري هو هل هذه المبادرات تدع في الاعتبار بأن مصلحة السودان وسيادة السودان ووحدة أراضي السودان وحق شعب السودان في الأولوية، أم تكون هنالك موازاة بين هذه الميليشيات وبين هذه القوى السياسية التي وقفت حجر أفرع أمام هذا الشعب السوداني، ووقفت إلى جانب هذه الميليشيات بالقتل وساندته سياسيا ودبلوماسيا من أجل أن توفر الحماية لهذه الميليشيات أن تقتل الشعب السوداني. الموازاة أو المساواة بين القيادة السودانية وهذه الميليشيا المتمردة هذا يسبب خلل كبير جدا، دائما هذه المبادرات لا تجد النور إلى الأبد.